انا كيبان لي هذا ما فهمتوش انايا علاش هذه الخرجه هذه، عوض ما يجلس معاهم ويحلوا المشكل، يجلسوا اطابل ويلقاو الحلول كيهددهم، وهذا انا كنظن الخرجه ديالو ما كانتش في المستوى الا بغينا نقول. احد اولياء الطلبه، طلبه كليه الطب، الاشكاليه اللي كاينه انه صحيح انه حنا كنعيشوا نفس الضغط اللي كيعيشوه الطلبه، حنا وليداتنا بغيناهم يقراو، حتى شي واحد ما باغيش يبقى ولدو على برا، صحيح انه هو، لكن راه كاين واحد المشكل دابا هو ديك الضبابيه اللي كاينه في مجموعه ديال الامور، ما السنه السادسه ولا غادي السنه الخامسه ولا غادي يضيفوا سنه غيحيدوها، المهم كاينه ضبابيه، والوزاره لحد الساعه كنظن ما وضحتش الامور، هذا هو اللي خلى، يعني انا بالنسبه لي هذا هو اللي خلى بزاف ديال الطلبه. ابن ديالك ولا ولدك؟ انا ولدي كبرته قريته وبغيته التكوين ديالو خط احمر، التكوين ديالو الطبي خاص يكون خط احمر، لان هذا مهم بالنسبه لجميع المغاربه، لان هذا كيهم المواطن المغربي اولا، خاص التكوين يتكوين جيد، تجويد الطب، تجويد ولا مهنه الطب، هذه مساله لا جدال فيها.